حول ذلك ينضم معنا من الرياض المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي. أهلا بك نقيب ناصر معنا ومساء الخير. بداية حدثنا عن هذه المبادرة وتحديدا هل تشمل جميع المقيمين أم فقط حاملي تأشيرات الخروج العودة والنهائي حاليا؟ مرحبا أخوي محمد، مساك الله بالخير وجميع مشاهدي قناة الإخبارية. طبعا تبدأ وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات في تنفيذ مبادرة عودة من خلال المنصة الإلكترونية داخل منصة أبشر. طبعا هذه المنصة تمكن المقيمين حاملي تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي من العودة في بلدانهم، يكون التقدم بطلب الخدمة من الموقع الرسمي لمنصة أبشر، وسوف تدرج المنصة إن شاء الله في الفترة القصيرة القادمة وتشمل جميع المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية ممن لديهم تأشيرات خروج وعودة وخروج نهائي. جميل. نقيب ناصر، هل تم فتح قنوات اتصال بين دول هؤلاء المقيمين والمملكة لتنسيق مغادرتهم من المملكة ونقلهم إلى بلدانهم؟ بكل تأكيد، طبعا هناك جهات معنية يتم التواصل من خلالها مع سفارات البلدان، سفارات المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وتم إنهاء كافة الإجراءات فيما يتعلق خصوصا عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك عن طريق وزارة الداخلية ممثلة بعدة قطاعات أمنية لها ارتباط بهذا الموضوع تحديدا، ومن ضمنها المديرية العامة للجوازات فيما يتعلق بإنشاء المنصة وبرمجتها وإنهاء كافة أمورها متعلقاتها الإلكترونية وإتاحتها لجميع المستخدمين خلال منصة أبشر، وحتى المواطن أو عفوا المقيم الذي لا يوجد لديه حساب في منصة أبشر بإمكانه الدخول إلى منصة أبشر وتنفيذ طلب هذه الخدمة الإلكترونية.